بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 15 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر الجليل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامجنا على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. فضيلة الشيخ، هذا السائل ألف ألف مقيم بالرياض يقول: كيف يحقق المسلم التوحيد إذا كان في بلد تكثر فيه البدع والخرافات؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يحقق الإنسان التوحيد إذا وفقه الله عز وجل، تجنب الشرك الأكبر والأصغر، تجنب البدع والمعاصي والذنوب. فإذا بلغ هذه المرتبة فقد حقق التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل أبو عبد الله يقول: القرآن هو ربيع القلوب وجلاء الأحزان، المدة التي يختم بها المسلم كتاب الله هل هي في الأسبوع أم في الشهر أم في السنة أم في رمضان خاصة؟ ليس هناك تحديد لتلاوة القرآن وختمه، هذا رجع إلى نشاط المسلم. الله جل وعلا قال: فاقرأوا ما تيسر منه، يجعل المسلم له وردا من القرآن كل يوم يقرأه من أوله إلى آخره حتى يختمه، سواء في مدة قصيرة أو مدة طويلة أو مدة متوسطة. ولكن أعلى مدة ختم القرآن هي الشهر، كل شهر مرة، هذه أعلى مدة، وأقل مدة 3 أيام، والمتوسط 10 أيام، ومن ختمه لمدة أقصر من ذلك فهذا حسن. نعم. أحسن الله إليكم. أبو لجين يقول بأنه شاب تزوج قبل رمضان ولكنه جامع زوجته في نهار رمضان أكثر من مرة، ما الكفارة علي وهل أعيد الصيام علما بأنني شاب؟ الجماع بالنسبة للصائم محرم وهو يبطل الصيام. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، قدم ترك الشهوة على ترك الطعام والشراب للصائم. والجماع يفسد الصيام ويوجب الكفارة، والكفارة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنها عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، مقدار 1.5 كيلو من الطعام. هذا هو الخصلة الأخيرة من الكفارة، إذا لم يستطع العتق لم يستطع الصيام إنه ينتقل إلى الإطعام. عليه أن يتقي الله ويتوب إليه يقضي هذا اليوم، وإذا تكرر منه الجماع في رمضان في يوم واحد تكفي كفارة واحدة، وإن كان في عدة أيام فعن كل يوم كفارة مستقل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أخذت من أحد الزملاء مبلغ من المال وحلفت بالطلاق بأن أرده يوم الأربعاء من الأسبوع، ولم أستطع رد هذا المبلغ في اليوم المحدد وقد سامحني هذا الشخص، فهل علي شيء؟ عليك أن تراجع المحكمة الشرعية القريبة منك أو تحضر إلى دار الإفتاء شخصيا وينظر في موضوعك إن شاء الله. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، والدي بنى بيت من مال حرام، هل لي أن أتزوج فيه وقد بنى لي فيه ملحق أم يكون علي ذنب؟ إذا كنت تعلم أنه أن هذا البيت من مال حرام فلا تنتفع به، سواء كان من والدك أو من غيره، والتمس لك سكنا غيره. نعم. يقول هذا السائل سوداني: أحسن الله إليكم، بعض أنواع الخضاب تتقشر مع الوقت بعكس الحناء، تتلاشى حتى تختفي، وقد يستمر على الجلد مدة قد تزيد إلى سنة إلى 6 أشهر، فما حكم هذا النوع من الخضاب؟ مأجورين. إذا لم يكن له سمك يتجمد على الجلد ويمنع وصول الماء إلى البشرة فلا مانع من اللون، مجرد اللون الذي يبقى على الجلد وليس له جرم يتجمد ويمنع الماء، ولا
ولو بقي مدة طويلة. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو أحمد يقول فضيلة الشيخ، هل لابد لطالب العلم أن يتعلم علم الفرائض أم أن هذا خاص بطلبة العلم والفقهاء؟ نعم، علم الفرائض وغيره من العلوم الشرعية التي يحتاجها الناس لابد من تعلمها، وفي تعلمها أجر عظيم، خير كثير للمتعلم ولغيره. فهو علم الفرائض ضروري تعلمه، طلبة العلم ضروري أن يتعلم علم الفرائض، وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تعلم هذا العلم بصفة خاصة، لأنه ينسى وهو أول علم ينزع من هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيحرص أن يتعلم علم الفرائض على من يتقنها، على عالم يتقن علم الفرائض يستفيد منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل في هذا السؤال، الأخت أم أنس تقول أختي اقترضت من البنك باسمي دون علمي مبلغا من المال قدره أكثر من 200,000 ريال، مع العلم بأنني كنت أتورع عن الاقتراض، والمبلغ الآن يخصم من راتبي، ولقد سمحتها عن ذلك لعدم قطيعة صلة الرحم، فما الحكم في ذلك؟ وهل يلحقني إثم؟ أرجو الدعاء لي. أولا، كيف أن البنك يعطيها الدين وهو بغير اسمها وبدون توكيل شرعي؟ أما إن كنت وكلتيها على أن تقترض باسمك وتكونين ضامنة لهذا الدين، إذا أذنت لها لا بأس، ما إذا لم تكوني أذنت لها هذا الدين يكون عليها هي ليس، لكن ما دام أنك سامحتيها وتنازلت عن هذا العمل والتزمت بتسديد الدين من راتبك، الحمد لله انتهت المشكلة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا الأخ السائل، أخي يا فضيلة الشيخ، خطب بنت خالي ولم يعقد عليها، ثم بعد الخطبة قال لا أرغب فيها، فحولوا الخطوبة لي، فهل جائز لي أن أقوم بالزواج منها؟ لا مانع من ذلك، إذا تنازل عن مخطوبته لك وهي رضيت، المخطوبة رضيت في هذا ورغب في ذلك وليها، لا مانع من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل آخر أرسل بسؤال يقول فيه، هل شراء البيوت بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك جائز؟ وأرجو الإجابة حول هذا الموضوع، لأنه كثر في زماننا قضية النظام الإيجار المنتهي بالتمليك. هذا موضوع عرض على هيئة كبار العلماء منذ سنين، صدر فيه قرار وأعلن أنه حرام، لا يجوز هذا العقد البيع الآجار المنتهي بالتمليك، صدر أنه قرار باطل وأعلن هذا، ولكن كثيرا من الناس لا ينتهون ويغررون بالناس. نعم. جزاكم الله خير. رسالة أخرى وصلت من سائل للبرنامج يقول، إذا أحد ظلمني أو أخطأ علي أو أزعلني دائما أقول هذه العبارة، يا شيخ الله لا يسامحه في الدنيا والآخرة، والآن أنا ندمت وعفيت وصافحت وسامحت كل من ظلمني أو اعتدى علي، فهل علي إثم في دعائي هذا؟ هذا أصلا لا ينبغي أن تتلفظ به، بل تعود نفسك على العفو والمسامحة ولا تتلفظ بمثل هذا الدعاء، ولكن ما دمت أنك قد ندمت على هذا وسمحت لكل من أساء إليك وعفوت عنه الحمد لله، لكن لا تعود لمثل هذا القول. نعم. جزاكم الله خيرا. سائلة أخرى تقول، الشيخ عبارة، إذا رأيت أحد ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، هل هذا أثر أو حديث أو عبارة جائزة؟ نعم، هذا كلام طيب، إذا نافسك أحد في الدنيا فنافسه في الآخرة، وهذا مأخوذ معناه من قوله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، هذا في أمور الدنيا، في أمور الدنيا تنظر إلى من هو دونك من الفقراء، وتنظر إلى من هو دونك من المرضى، تشكر الله على ما أنت فيه، وأما في أمور الدين فبالعكس، تنظر إلى من هو فوقك وتنافس طاعة، ولا تنظر إلى الكسالى ومن هو دونك والعصاة ومن هو دونك العبادة والعمل. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى من الأخ أبو عايض يقول، إذا شخص أنقذ امرأة من حريق محقق وموت محقق أو حادث، هل تكون له أخت؟ حيث شاعت هذه العبارة، يسلم عليها وعلى أولادها. هذا قول باطل وخطأ كبير، فإذا أنقذها من مالكه لا يكون محرما لها، محرمية لا تكون إلا بنسب أو رضاع، ولا تكون بالإنقاذ من مالكه، لكنه محسن إنقاذه لها، له أجر في ذلك، لكنه أجنبي منها ولا يكون محرما له. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائلة أخت سائلة تقول، إذا طلب مني أحد أن أشتري
له ملابس، فإذا قمت ببيعها له بأكثر من ثمنها الأصلي، علما بأنني أخبره ما بين الأخ أو الترك لهذه الملابس إذا لم يعجبه السعر، ولا أجبره على ذلك، لكنه لا يعلم السعر الأصلي، وأحيانا أعرض عليه السعر بالهاتف قبل الشراء، فما الحكم في هذا البيع؟ إذا وكلك أن تشتري له شيئا فلا تبيعه من عندك، لأنك وكيل، وكيل لا يبيع على الموكل من ماله هو، ولا مما لا تقبل ممن لن لا تقبل شهادته لا، لأن هذا فيه اتهام وفيه محابات. لكن إذا أخبرته، إذا وكلك وأخبرته أن عندك هذا المطلوب وأن سعره كذا وكذا، وصرحت له ولم تدع له يعني شيء من الجهالة أو الغرر، ووافق على ذلك فلا بأس، لأنه هو الذي اشترى منك، وأنت لم تبع بموجب الوكالة، وإن بموجب الأصالة، هو الذي اشترى منك هذا الشيء، إذا أخبرته وعلمته بكل شيء ورضي بهذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ يقول: إذا قال الإمام استووا رحمكم الله أو اعتدلوا أبكم الله، يقولها باستمرار، ما حكم هذه العبارة وما حكم تسوية الصفوف؟ نعم، الإمام يسوي الصفوف بالقول وبالفعل، يعدلها ويحث على سد الفرج وعلى تقارب، على التقارب بين الصفوف وبين المصلين، هذا من واجبه. أما ويقول استووا اعتدلوا، سووا الصفوف، سدوا الفرج، قاربوا بينها، حاذوا بين المناكب، والعبارات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا يزد من عنده رحمكم الله، عفى الله عنكم، أو ما أشبه ذلك، هذه زيادة لم ترد ما أعلم. نعم. وتسوية الصفوف؟ نعم. وما حكم تسوية الصفوف؟ واجب، هذا واجب على الإمام أن يسوي الصفوف ولا يكبر حتى يرى أنها قد استوت. نعم. هذا السائل الأخ يقول: عمري 28 سنة ولم أتزوج، أرجو من الشيخ الدعاء لي في صلاته، وأرجو أن يعلمني دعاء أدعو به. وفقرتي الثانية: ما أضل الأدعية الذي يدعو بها المسلم في الاستمرار في حياته على الطاعة؟ يا أخي، راجع كتاب كتب الأذكار، مثل كتاب الأذكار للإمام النووي، والأذكار لشيخ الإسلام بن تيمية، والأذكار لابن القيم، راجعها وتستفيد منها إن شاء الله. نعم. يقول: أنا لم أصم 15 يوم من رمضان الماضي بسبب مرض، إلى الآن بسبب أني أخذ علاج كل 12 ساعة، فما هو العلاج والحل مأجورين؟ إذا كان هذا المرض يرجى برؤه فإنك تؤخر القضاء، إذا كنت لا تستطيع تؤخره إلى أن تقدر، ويزول المرض وتقضي ولو بعد مدة. ما إذا كان هذا المرض لا يرجى برؤه، وهو ما يسمى بالمرض المزمن، فإنك تطعم عن كل يوم مسكينة، ويكفي هذا عن الصيام. نعم. يسأل عن سجود السهو، هل لا بأس أن يسجد قبل أن يسلم، أو أنها هناك حالات؟ يجوز أن يسجد للسهو قبل السلام، ويجوز أن يسجد بعد السلام، هذا من حيث الجواز. وأما من حيث الأفضلية، فإذا كان السجود عن نقص في الصلاة فإنه يكون قبل السلام لأنه جبران، وإن كان عن زيادة في الصلاة سهوا فإنه يكون بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل يقول: بالنسبة للإمام الذي في صلاة الفجر يقرأ سورة السجدة أو الإنسان، هل يقسم السورة الواحدة على الركعتين، وهل فعله صحيح؟ السنة أن يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، ولا يقسم إحدى السورتين بين الركعتين، ولا يبدأ هذه ويركع ثم يبدأ الثانية ويركع فيقرأ بعض هذه وبعض هذه، لا، السنة أنه يقرأ السورة كاملة في الركعة الأولى من الفجر من اليوم الجمعة، ويقرأ سورة هل أتى على الإنسان كاملة في الركعة الثانية. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الكسل الذي يحصل للأئمة الآن أنهم يعملون هذه الأشياء، يختصرون الكسل، أو لأنهم يتكلفون في القراءة، يمططون ويمددون ويقطعون ويكررون، تثقل القراءة عليهم، عليهم أن يراعوا ذلك، أن يقرأوا قراءة معتدلة بين التمطيط والتمديد الزايد وبين الهذرمة والهذنة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل الشيخ باخر جدعاني: الذين يتعرضون لبائع السيارات قبل دخولهم الحراج، حراج السيارات، وهم كثر جدا، هل يدخلون في تلقي الركبان؟ وما نصيحة الشيخ لأصحاب المعارض الذين يبيعون ويشترون في السيارات؟ نعم، التعرض للجلب قبل أن يصل إلى السوق هذا من تلقي الركبان، لأنه يضر أهل السوق، قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا حصل هذا وجاء صاحب السلعة إلى السوق ووجدهم قد خدعوه، خذوها بأقل من سعرها،
فيها فله الخيار، له الخيار، أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم خير النظرين، افعل للضرر عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة جيم سين من جازان تقول: إذا كنت حائض، إذا كانت حائض واحتلمت، وتقول: هل يلزمني أن أغتسل في الحال أم أنتظر حتى أطهر ويكفي غسل واحد؟ يكفي غسل واحد عند انقطاع الدم، ويكون عن الجنابة وعن الحيض. نعم. يسأل هذا السائل عن حكم استعمال العطورات الباريسية المحتوية على كحول. إذا ثبت أنها تحتوي على كحول لا يجوز استعمال، لأن الكحول من الخمر، الخمر لا يجوز تطيب بها واستعمالها، أولا لأنه يجب إتلاف الخمر ولا يجوز إبقاؤه واستعماله، ثانيا لأن طائفة من العلماء يقولون أنها نجسة لا يتطيب بشيء نجس. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الأخ السائل حمد يقول: حجيت منذ عدة سنوات وكان عمري في 15 ولم أؤدي طواف الوداع لعدم معرفتي بهذا، فضاعت سنوات، وأرجو منكم الإجابة. نعم، يبقى عليك طواف الوداع، ولكن لا حيلة في استدراكه، ما دمت سافرت فإنه لا يمكن استدراكه، لكن يكون عليك فدية، يكون عليك فدية ذبح شاة في مكة تجزي في الأضحية، وزعها على فقراء الحرم. نعم. ننتقل إلى رسالة ونختم بها هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان. يقول هذا السائل: أنا لدي نحل جوال أتجول به من منطقة إلى منطقة، فأقوم بالمتاجرة بعسل النحل، هل عليه زكاة؟ القيمة، إذا حصل عندك قيمة من النقود وحال عليها الحول إنك تزكيها، لأن هذا العسل أصبح سلعة من عروض التجارة. فإذا تجمع لديك دراهم تبلغ النصاب أو تضمها إلى الدراهم من عندك وتم عليها الحول فإنه يتجب فيها الزكاة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذه تحية أيضا من زميل مهندس الصوت.